السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق كتاب جيم للصف الأول الثانوي العام الدراسي 2023. حل إن شاء الله كويس تو الامتحان الثاني صفحة 7. السؤال الأول: he is so bored ويشعر بالملل الشديد. all his family كل أسرته members are away on holiday بعيد في أجازة. and he is space at home وهو عالق في البيت. يبقى استق الإجابة رقم. السؤال الثاني: at the circus في السيرك the clown space the children with the magic tricks. يبقى fascinated اللي هو سحرة المهرج الأطفال بعصاته السحرية. الإجابة رقم سي. السؤال الثالث: it was a good decision we didn't go camping last weekend the weather was awful. كان قرار كويس ان احنا مروحناش المعسكر يعني عشان الطقس كان فظيع. السؤال الرابع: don't worry your son is now 15 years old and he is acting as a normal teenager. ابنك عنده 15 سنة يبقى كده مراهق. الإجابة رقم سي وهو بيتصرف بشكل طبيعي. السؤال الخامس: sometimes I enjoy my English lessons but at other times I find them really boring. تمام، لأن ده اللي بيعطي التأثير يبقى صفة آخرها ing. السؤال السادس: while space by his mother the baby gave a loud cry. أثناء استحمام الطفل أو بينما الطفل يستحم قام به بالصرخة وفعل بشكل شديد. هنا while مش جايبة عادية فعل يبقى أنا كده هستبعدها. تمام كده لو في فعل هنا. he was bathing by his mother يتم استحمامه هو يستحمام. لا دي مش تنفع خالص لان هنا باي بواسطة والدته كده بتدل على المبني المجهول، فهنا تبقى بينج بس اللي هو يتم استحمامه بواسطة والدته. يبقى الإجابة رقم دي. السؤال السابع: my father used to be a heavy smoker when he was young but now he. طب هو كان خلاص معتاد ان هو بيدخن بشراهة، دلوقتي لا طبعا مش بيدخن بشراهة. الاحظ هنا في فيرب تو بي. تمام، يبقى فيرب تو بي اجيبها بعد بط منفية يبقى isn't في المضارع يبقى رقم بي. السؤال رقم 8: is based I was talking. I was talking ماضي مستمر يبقى كده while يبقى رقم سي. السؤال التاسع: I is based fast food or fizzy drinks. يبقى هنا I am not used to. انا مش معتاد على الاكلات السريعة ولا المشروبات الغازية. يبقى الاجابة رقم سي. السؤال العاشر: the flight I felt ill. يبقى during اللي جاي بعديها اسم اثناء الرحلة انا اشعرت بالمرض. الترجمة برضو هيتم شرحها ان شاء الله. ترجم الى اللغة العربية. نحن مدينون كثيرا لآبائنا الذين يبذلون قصار جهدهم لإرضائنا وتوفير حياة سعيدة وآمنة. أيضا لا يمكننا تجاهل دور المعلمين في تطوير شخصياتنا. We must work hard and look for non-traditional ways to increase production and national income to provide a better life for all members of society.